يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: معلوم أن الرافضة أو الشيعة يسبون كثيرا من الصحابة ويكفرونهم، وهم فرق متعددة، فهل يكفرون جملة أم أن فيهم تفصيلا؟ وما حكم الأكل من ذبائحهم؟ على كل حال، الذي يسب الصحابة ولا يبرئ عائشة مما برأها الله منه لا شك أنه كافر، ولا تؤكل ذبيحته. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن أغلب الصوفية الآن صاروا قبوريين، يعبدون القبور ويبنون المشاهد على القبور ويستغيثون بالأموات ويدعونهم من دون الله عز وجل، هذا كفر وشرك. نعم.